شباب البوم. على فكرة شباب ما بيضيق صدوركم بس صعب الاستراحة دق علي بالقطة. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما نجيب لك ابن الحلال يا اخوي. اركض بديتك انت، هذه قطة استراحة عيال لازم نلتزم فيها. بعدين تعال انت 24 ساعة متسدع في الاستراحة، انت مفروض تدفع اكثر بعد يا اخوي. ترى ما يمدي يا اخي كل هذا علينا، احنا يبغانا ايجار الاستراحة وقطة العامل وقطة الانترنت واغراض الاستراحة. يا اخي شوفوا لنا حل. الحل نجيب واحد معنا يقط. والله فكرة، بس من نجي؟ أنا. أنت قاط يا أخوي، نبي واحد ثاني غيرك. لا يا ابن الحلال، أنا عندي واحد من أخوياي مكلمني يبي يقط معنا. حلو، بس كيف وضعه؟ شلون كيف وضعه؟ مضمون يا ابن الحلال، أنت تبي واحد يقط معنا صح؟ إيه. خلاص نجيب أخوي. تستهبل أنت، مضمون ما مضمون، بنشتري حنا يا أخوي. خويك هذا جيبه اليوم في الاستراحة ونشوف وضعه، ولا لا يا محسن؟ إلا كلامك صح. طيب خلاص، يلا العيال عندك كلهم، لا تسلم على احد، مع السلامه. هلا صديقي، ها بتقط معنا ولا هود؟ والله اشوف وخلاص بقط معكم، بس كم القطه؟ القطه والله هو كل واحد يقط منا 5000 في السنه. 5000 استراحه؟ 5000 أبى أقط معك في الشانزليزيه هنا. لا يا أخي، لا غالية يا أخي، خفولي. لا داخل محل أبو ريالين، أركض في ديتك يا حبيبي. هذه غير قطة أغراض الاستراحة عشان تكون في الصورة بس. أقول أركض في ديتك أنت. ها طيب، وبعدين أنا جديد يعني، عاملوني معاملة الجديد، وشوفوا حركات مصركم ديمي بعلي. أنا دائنكم جايبيني علشان أنقذكم وقط معكم يا أخوي. لا تشغل أمنا، تبي تقط ولا لا؟ تعال صكني كف بعد يا أبوي. خلاص بقيت معكم بس في الأجار، الأغراض معلش أنا جديد بعدين. يا الله أنت حييهم، يا الله أنت. الاستراحة استراحتكم كأنها لكم، هي ما أحد يستحي ولا شيء، خذوا راحتكم. يلا حييهم. العافية يا تركي، يعني الوضع طبيعي يا تركي؟ طبيعي أكثر من طبيعي بالحلال. جب أغراضك أخوياك كل يوم جوم هنا يا أخي. يلا يا شباب فلوها للصبح، يلا يا شباب فلوها. معليش يا شباب شكلي غلطان. تعال يا عمرو، تعال. عمرو وش فيك يا اخوي؟ وش جايبكم هنا انتم؟ وش اللي وش جايبنا؟ استراحتنا يا ابوي. اما عاد استراحتنا والعالم ذي من هي؟ هذولي لا يا ابن الحلال، هذولي اخويا خوينا تركي، بس جايين يسلمون عليه وكذا. تستهبل انت وجهك؟ وش ذا البجاحه يا اخوي؟ امس قاط واليوم جايب اخوياه. لا بس ايش اسمه، جايين يسلمون عليه اقول لك، بس يشوفون المكان بس. تستهبل انت؟ اقول علم خويك، قل له يحترم نفسه، وبثاره زايده ما نبي اخويا ما يجيبهم، يستاذن بعدين يجيبهم. بالعكس يا عامر، والله انهم فله وضحكوا وناس وبلوت. الحين لا قاعد وجهك تقول الفلة يا أخي، هذا بجيح ما يستحي على وجهه، هذه أولتها جايب أخويا. صح بس عشان ما تسقع وجهي هد أعصابك أنت الحين. طيب اسمع، المهم علمة قل له عاد يجيب أخويا اللي يستاذن، وأنا بروح وبكرة لي كلام معه. حول ولا قوة. أقول لك تدري شيء، بس سحبنا علينا نلعب بلوت. ها سحب علينا نلعب بلوت، بس بلوت كاتير روعه. بالله شوف بالله، شوف يا اقرب. ايش تبي اخي؟ ما ابي اقرا، ما ابي استراحه يا اخي. يا اخي صرت توني كاوي. يا الله توني كاوي يا ابن الحلال. انطم ولا كلمه، ترى مالي خلقك. عامر ترى المطبخ فاضي وما في ولا غرض. استهبل انت وجهك. والله ما في، قبل يومين يا اخي جايب الاغراض. ايه تصدقون انا جيت سبحان الله، حتى استوات الغاز ما فيها شيء، وش البجاعه ما تغيرت. من متى جاي انت؟ من الصبح. لا يا شيخ. طيب دامك جاي من الصبح، ورا ما كلفت على نفسك رحت غيرت الغاز. انا صراحه تحضر لي الازمات يا صراحه، حرف تعبان ما لي خلق صراحه.
لا والله تعبان. بسم الله عليك فالح، بس تجمع اخوياك هنا وتترزز وتتسدح عندنا هنا في الاستراحه، بعدين تعال. وين قطت الاغراض ما جبتها يا اخوي؟ وش اللي تترزز يا اخوي؟ ترى انا على فكره قط قبل يومين، قطت الاستراحه قبل يومين. بالله؟ ايه طبعا يا حبيبي، هذه قطه الاستراحه ما لها علاقه بقطه الاغراض يا ورع. اقول عاد اسمع بلا ورع بلا كيف رجلك؟ اقول استريح، واحد يحفط شماغي واذا وش اللي يا ورع؟ ما ورع، لولا انا كان مطلعين في الشوارع انقذتكم من ازمه وقطيت معاكم في الاستراحه وانقذتكم، ما تنطردون برا برا. خرج مريض انت، ارفع صوتك. الزبده يا عامر، انا بدق على ناصر، اطلبكم معي اكل ولا لا؟ خلاص خله يجيب لي اكل معك، ترى الوضع قطه. لا لا بالنسبه لي قطه، لا لا بالنسبه لي انا شبعان ان شاء الله شبعان. شوف حل الخط هنا شبعان مره، ما ابي شيء. هلا محسن، خلاص بجيب لكم الحلال. ايه بخلص شغلي بس، مكتب الاستقدام شفت اللي مقدمين على عامل، بس ايه بشيك معاهم بس عشان يجيبون بدل العامل ذا اخوينا. يلا مع السلامة. بالله شوف يعني اقرا يا اخي، فك امنا يرحم لي امك يا اخي. استراحه يا اخي، شو فيكم؟ جبت لكم الغداء يا عيال على حسابي، ولا في ولا واحد يقط كفو يعني. قطه ما حد يقط، ما حد يقط عليك علي انا. يا الله جاء في وقته، جاء في وقته. جوعان خط الفقر كذا، جوعان. ليش جوعان يا اخوي؟ تستهبل انت، فما قبل شوي تقول انا شبعان وما ابي. يا اخي لا تدقق يا اخي، ترى انا نمزع بالحلال. خلنا يتغدى قوي عادي. والله صادق انت. أقول يا ناصر، وش عندك؟ قالوا لك إنك رايح لمكتب الاستقدام، شو فيه؟ لا بس كنت بجيب عامل بدل عامل ذا اللي سترناه ذا الأول. تعامل مع عامل، وشو الخسائر؟ ليش الخسائر بالحال؟ كيف تطلع برا؟ أول واحد تشوفه يسوق سيكل جبه يا أخي، عادي يا ابن الحلال. كنت فديتك يا ورع، تراك فرمت أم الأكل. بعدين شو يضمننا اللي نجيبه يشتغل زين ولا لا؟ يا أخي أنتم ما عرفتوا وين تشوفوا الناس. إذا ما يشتغل كويس بالحلال شتى يلبق السيكل برا، عطيه وأي أحد يقرب السيكل جيبه ثاني مرة. الله أكبر، الحمد لله. يلا 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 يا شباب، هات هات هات. ايش فيك؟ جيب 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 اخر يا شيخ، اخر جيب جيب جيب. ما في وقت يا ابن الحلال، لا تتوخر اخر. ليش تغيره يا اخي؟ صح انك خوي وعلى كيفك يعني تيجي عندنا ونتكي معنا وتقاط معنا، بس مو على كيفك تغير القلايه يا اخوي. فيلم يا شباب كذا، خلونا نشوف. ها يقول رجع قناه القرفه قوجك. يلا لابس القميص حقي يا اخي. صراحه يا انا جيت لقيتها معلقه تلبسها يا ابن الحلال. وانت اي شيء معلق على طول تلبسه؟ قط يا جماعه يا اخي، قط في وجهك انا الحين. قط قم غير يلا، اقول خليه يقوم يفسخ القميص. قسم بالله لفق وجهه ناصر، مو بخويك تشغل في امنا فيه. طيب يلا قم غير قميص. يلا خويك حساس، قم غير قم غير قميص. لا كلبته يلا يا اخوي. وش ذا خويك يا اخوي؟ قسم بالله العظيم بثر عادي. هدي هي من باب الميانه بس. يا صادق هلا يا حبيبي. تعال هلا يا شيخ، راح جيب لي شاي. يلا هذا شاي كله كلس يا شيخ. شلون خلص وانا جايب قبل يومين؟ هذا امس في تركي شيله عزبة كله، بعدين اروح برا سوا صديقه. يا عيال خير يا اخوي؟ شيخ من جدك انت؟ اي والله. اقول دق على خويك البثر شكله ما اخذها. لا ما يسويها ابن الحلال. يا ابوي يسويها ويسوي اكثر من كذا. دق عليه بس. الو وينك انت؟ طيب اخذت ساعتي ولا لا؟ اها طيب يلا خلاص بكلمك بعدين. يلا مع السلامة. ما قلت لك تلقاه بياخذها؟ أصلا ذا خويك ما يستحي على وجهه. لو يقول بعد انه صدم به وانحاش،
صدمة خفيفة. أوه الله يعينك والله، صادم ومنحاش بعد رحت فيها أنت. أقول دق دق عليه بس شوف وين مكانه، خل نروح قبل ما يجيب العيد فيها. تندب درب 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 درب. إلا على طار السيارات وسرعة سيارتك. أبد في الصناعية ما تكلف شيء، بس يومين أو ثلاث أيام تطلع دكشة خفيفة بس يعني. والله لو إني منك عاد لا خلي ذا البثر اللي اسمه تركي يسويها. من جدك أنت الحين ما قط الاستراحة تبغاه يصلح سيارته. يا صادق 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 وينه 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 هو انا متاكد هذا اللي اسمه صادق هو اللي سرق. انسرقنا يا عيال اوريك ما هو انت اللي تكلمني كذا يا اخي وحشتوني اصدقائي انتم وش وجهكم متغير يا حبيلكم يا حبيلكم وجهك يا ورع يا اخي عليكم مزح الجيل الجديد هذا. اوه لا 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 يا حبكم مفاجآت تبي تقلون المتفائل بكل نياس وصف عدد تنسلى من الأساس خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال.